السيدات والسادة الحضور الكرام، نجتمع اليوم تحت شعار سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة. دعونا الآن نرحب معا بمعالي وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار لإلقاء كلمته وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030. فليتفضل معالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص التحية والتقدير إلى السيد الرئيس لتشريف سيادته ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر الهام. نجتمع اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة التي تستضيف هذا الحدث، حيث نناقش مع دول العالم بعض القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض، وهي قضية السكان والتنمية. يأتي تنظيم هذا المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بعد 29 عاماً من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والذي عقد في القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية دولياً. إن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر في الحاضر والمستقبل، حيث أنها تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي مستوى معيشتهم. وسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني. إن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة. وعلى العكس من ذلك، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني، وذلك عن طريق الاستثمار في تطوير رأس المال البشري حتى نضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق. ويظل التحدي الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع. إن الزيادة السكانية هي قضية شعب ووطن، بل هي قضية مصير. اسمح لي سيادة الرئيس أن أستعرض رؤية وزارة الصحة والسكان في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخريطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة. سيادتك، في مؤتمر الشباب في يوليو 2017 تحدثت عن تحدي كبير وهام يواجه مصر، وهو الإرهاب والزيادة السكانية، وهذا التحدي يقلل من فرص مصر في التقدم للأمام. وأيضاً استحقاقاً دستورياً في مادة 41 من الدستور المصري، الذي أشار في مادته أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة. قضية السكان في مصر ليست قضية اليوم أو الأمس، ولكن قضية تعود إلى 6 عقود ماضية. بدأ البرنامج السكاني في مصر منذ 1962، وتعاقبت المحاولات على مدار 6 عقود من خلال إنشاء مجالس لتنظيم الأسرة، إنشاء المجلس القومي للسكان، إلى إنشاء وزارة خاصة للشؤون السكان والأسرة، ومروراً بالدستور 2014 والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلق في 2022، والآن أمام إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية والسكان في 2023. خلال هذه الفترة حصلت الدولة المصرية على نجاحات نعتبرها متوسطة الطموح. عندما بدأنا بمعدل إنجاب، وأعني في معدل الإنجاب هو عدد الأطفال
في عمر السيدة في عمر الإنجاب من 15 إلى 49 سنة، كان في سنة 61 6 أطفال و8 من عشرة، وانتظم الهبوط في معدلات الإنجاب طوال هذه الفترة حتى وصلنا إلى 3 طفل لكل سيدة في عمر الإنجاب في عام 2008، ولكن عاود المنحنى إلى الارتفاع مرة أخرى في 2014. ثم حصلنا في خلال المسح الذي أطلق في بداية هذا العام من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أتوجه له بكل الشكر والتقدير على هذا المجهود المصري الخالص بسواعد المصرية لإصدار مسح الأسرة المصرية من خلال هذا الجهاز. ثم رجعنا إلى العودة إلى الماضي. عندما نتذكر الماضي نتعلم منه الكثير. إذا عدنا أكثر من 123 عام سنة 1900، في هذا التوقيت حجم السكان في مصر كان 9 مليون، ووصلنا ل 19 مليون بعد 50 سنة، يعني من 1900 ل 1950 الزيادة السكانية كانت 10 مليون فقط. في هذا التوقيت قد متوسط معدل النمو 2-3% في 50 سنة، وكان فائض الميزان التجاري 1,900,000 جنيه، تقريبا 2 مليون جنيه، وكان الجنيه المصري يساوي جنيه ذهب و50 تعريفة، وكان الدولار يساوي 20 قرش. لنا أن نتصور أن حجم السكان في هذا التوقيت كان يتناسب قدرات الدولة من الخدمات ومن الناتج المحلي. في هذا التوقيت كانت مصر تمتلك أكبر غطاء نقدي على مستوى العالم خلال من 1900-1950. الفترة دي مهمة لأن هي دي الفترة اللي كانت فيها في توازن ما بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وكانت تمتلك مصر ما يقرب من 4 مليون فدان. إذا حسبناهم على عدد السكان في هذا التوقيت كان نصيب الفرد حتى في الأرض الزراعية كان كبير، لكن نصيب الفرد أو القرقعة الزراعية ما بتزيدش، لكن السكان بيتزايدوا والخدمات بتزيد أو الاحتياج المواطن بيحتاج زيادة، وبالتالي كان لابد من وجود خدمات واقتصاد يسمح بالنمو ليتماشى مع هذا العدد السكان. كان في حجم في سنة 1930 عدد الطلاب المقيدين في الجامعات 3,596 طالب، النهاردة احنا بنتكلم على 3 مليون طالب. كان ساعتها في 3 جامعات هم اللي بيستوعبوا هذا العدد، النهاردة في فترة العشر سنوات أو 9 سنوات الماضية فقط مصر أضافت 40 جامعة جديدة للمنظومة. هذه عشان تستوعب 3 مليون طالب في مرحلة التعليم الجامعي. كان هناك 1,036 مدرسة، النهاردة عندنا 60,000 مدرسة ومئات الآلاف من الفصول الدراسية. المنظومة التعليمية في بداية القرن العشرين كانت منظومة خرجت أجيال وعلماء غزوا العالم بفكرهم وبعلمهم. لكن يمكن نتذكر هذه الصور موجودة لحد دلوقتي مع اختلاف الألوان ومع اختلاف الأزمنة. في مصر كانت الطرق والمواصلات وشبكة السكة الحديد يمكن من أحدث شبكات السكة الحديد على مستوى العالم، ولكن لم يتم تطويرها بالقدر الكافي التي يتماشى مع عدد السكان. يمكن كانت يعني تستطيع أن تعمل في ظل 19 مليون 15 مليون مواطن، ولكن عندما يكون العدد 105 مليون مواطن مصري بالإضافة إلى 10 مليون ضيف تستضيفه مصر، فأيضا نحن نتعامل مع أكثر من 120 مواطن ما بين مصري وضيف على مصر على هذه الأرض الطيبة. التغيير الحقيقي الديموغرافي الذي حدث في مصر حدث منذ 1950، وهذا هو التغيير في دور الدولة الاجتماعي الذي شاهدنا معه اختلال التوازن بين السكان والموارد والخدمات. يمكن الصور اللي موجودة أمام حضراتكم في محطة مصر في ميدان رمسيس أو ميدان التحرير، الشوارع هي هياها، الأماكن هي هياها، ولكن نتصور العدد في هذا التوقيت كان 19-20-21 مليون، وبنتكلم النهاردة على 105 مليون في نفس الشارع في نفس المحطة. فإزاي نقدر نستوعب هذا العدد دون التوسع في الخدمات بما يتماشى مع هذه الأعداد؟ وبالتالي هذه الأعداد مثلت عبء على الاقتصاد القومي وعلى التنمية وعلى خطة التنمية على مستوى التاريخ مصر. 9 مليون سنة 1900،
بعد 50 سنة وصلنا ل19 مليون، بعد 50 سنة تانية وصلنا ل65 مليون، لكن المتوالية العددية بقت أصغر أو أقل في العدد السنين، بعد 23 سنة فقط زدنا 40 مليون. إذن هذا العبء الشديد على الاقتصاد وعلى خطة التنمية يمثل تحدي لرفاهية المواطن والخصائص السكانية التي هي عنوان هذا الحديث. إذا نظرنا لجملة الاستخدامات والموارد الموازنة العامة للدولة التي شهدنا اختلالها منذ سنة 50، انظروا على 1900 عندما كان إيرادات الدولة أو موارد الدولة 10 مليون واستخداماتها أو مصروفات الدولة 10 مليون. ثم بدأنا بعجز بسيط سنة 1950 وتوالى العجز حتى وصل في 22-23 إلى أن موارد الدولة زادت إلى 1.5 تريليون، واستخدامات ومصروف مصروفات الدولة وصلت إلى 3.2 تريليون جنيه، مما لا شك فيه أن هناك نمو اقتصادي وتحسن في الاقتصاد. لكن هل التحسن الاقتصادي يوازي النمو السكاني؟ هناك معادلة شهيرة هي أن يكون النمو الاقتصادي على الأقل 3 أضعاف النمو السكاني حتى يتحقق النمو، حتى يتحقق تحقيق الخصائص السكانية المرجوة. ولكن مصر ليست كأي دولة، مصر مرت عبر تاريخها بظروف وتحديات من حروب ومن أحداث إرهابية ومن ثورات، مما لا شك فيه أثرت تأثير شديد على النمو الاقتصادي، وأيضاً أثرت بشكل شديد على الخدمات الصحية، ومن ثم الأعداد ومعدلات الإنجاب ومعدلات النمو. حتى في ظل الأزمات كنا نشهد معدلات نمو آمنة، ثم نشهد بعدها انخفاض في معدلات النمو طبقاً للأحداث، سواء أحداث أخيرة مثل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، وأيضاً الأزمات الاقتصادية العالمية التي عانى منها مثل ما عانت مصر اقتصادياً مع دول العالم. ولكن هل هي مصر فقط التي تعاني من زيادة في الأعداد السكان؟ دعونا نقارن ما بين مصر سنة 55 كان عدد سكانها 23.5، في هذا التوقيت ألمانيا كانت عددها 71، إذن ألمانيا كانت 3 أضعاف مصر، وإيطاليا كانت 48 مليون، يعني تقريباً ضعف سكان مصر في هذا التوقيت. هذا كان عام 1955. بنظرة سريعة إلى عام 23 نجد أن مصر وصلت إلى 105 مليون بزيادة 82 مليون مواطن في تقريباً 67 سنة. ألمانيا زادت 11 مليون وإيطاليا زادت 10 مليون. وبالتالي مصر بقت 7 أضعاف ألمانيا في 67 سنة و7 أضعاف إيطاليا في أيضاً 67 سنة. ده أثر على نصيب الفرد من الدخل القومي، وده منطقي. عندما يزيد السكان يبقى معدل الإنفاق على الخدمات متسارع، يبقى نصيب الفرد في الإنفاق أو في الدخل القومي بيقل. ومن هنا نلاحظ الفرق الكبير ما بين نصيب الفرد في الناتج القومي المحلي. إذا نظرنا إلى بعض الدول الشبيهة التي بدأت معنا البرنامج السكاني منذ الستينات، نجد أن هذه الدول حققت الرقم الأعلى، هو الرقم معدلات الإنجاب للسيدات في سن الإنجاب، والرقم السفلي هو الرقم الذي وصلت إليه بعد نجاح معدلات الأداء في القضية السكانية. مصر حققت من 6.7 إلى 2.9، لكن هل هذا هو المرجو؟ بالتأكيد لا. كنا نتمنى أن نصل بعد 60 سنة من العمل في القضية السكانية إلى على الأقل نصل إلى 2.1، وهو معدل الإحلال، حتى يستطيع أن يكون هناك توازن حقيقي بين متوسطات الإنجاب وأيضاً على النمو الاقتصادي. إذا قارنا مصر وإيران وتركيا، نجد أن مصر مرشحة في ما بين في 10 سنوات من سنة 2040 ل2050 طبقاً للتركيبة السكانية الحالية أن تزداد إلى 17 مليون، وفي المقابل إيران التي نجحت في هذه في تنفيذ البرنامج السكاني تزيد في 10 سنوات 1 مليون، وتركيا تزيد ب3 مليون. من المؤكد أن الفائض في الادخار من الناتج القومي المحلي سيعود على رفاهية المواطن وسيعود على تحسين الخصائص السكانية.
وهذا أدى إلى زيادة في المزايا الاجتماعية والدعم والمنح التي تبنتها الدولة، حتى نصل إلى 549 مليار جنيه مقارنة بالأعوام القليلة الماضية ب 343 أو 356، عشان تتماشى أو لأجل أنها تتكيف مع الزيادة السكانية. حتى إذا نظرنا إلى معدل ونصيب الفرد من الناتج القومي المحلي مقارنة بدول كثيرة، نجد أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر التي تحسنت عبر السنوات، لكن نصيب الفرد في الناتج المحلي ظل متواضعاً. وبالتالي نستطيع أن نقول أن تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري إذا تبنته مصر سوف يحقق لها أرباح وفوائد. بحسبة بسيطة، كل جنيه بتنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يمكن أن يوفر 151 جنيه في التعليم وفي الصحة وفي الإسكان والمرافق وأيضاً في الغذاء والمياه. إحنا بنزيد يومياً أو بيتم المواليد اليومية 5683 مولود في اليوم الواحد. بنزيد 4 مولود كل دقيقة ومولود كل 15 ثانية. في الساعة اللي احنا ممكن نكون بنتكلم فيها النهاردة ممكن يزيد 237 مولود. إذن لو قلنا كل يومين أو أقل من يومين بيبقى عندنا 10,000 مولود جديد. محتاج قد إيه أسرة مستشفى؟ محتاج قد إيه فصول للمدرسة؟ محتاج قد إيه تطعيمات ورعاية طبية؟ محتاج أماكن في الجامعات والمدارس؟ محتاج أمن غذائي ومياه. عشان كده الدولة خلال الفترة اللي فاتت حجم الاستثمارات في المشروعات القومية علشان تتواكب مع هذه الزيادة السكانية المتراكمة والإرث الذي بدأ منذ عام 1950، طورت في معظم الخدمات، تغلبت على العشوائيات بإنشاء مدن جديدة، مصانع، رقعة زراعية، طرق، جامعات، مدارس. كل هذه هي استثمارات وصلت إلى 10 تريليون جنيه في 9 سنوات فقط. طيب، هو الأموال التي رصدت في هذا وهذا بخلاف طبعاً الدعم السلعي اللي وصل إلى 680 مليار وبرنامج الحماية الاجتماعية الذي وصل إلى 169 مليار. دعونا نفكر ماذا لو كان معدلات الإنجاب استمرت في الانخفاض عبر السنوات وكان معدلات الزيادة السكانية كانت أقل من هذا. هل كنا نستطيع أن نوجه هذا الدعم إلى ادخار قومي لرفاهية المواطن وزيادة دخله ويكون نصيب الفرد في الدخل القومي والاستثمار في الرأس المال البشري من تحسين الخدمات وجودة الحياة وزيادة فرص العمل والإنتاجية الفرد، بالتالي هتكون أكتر بكتير عن القطار الذي نحاول الإلحاق به وهو النمو السكاني. الآن لسنا في حديث عن القضية السكانية من خلال العدد، وإن كان العدد رقم مهم، ولكن الأهم من العدد هو الخصائص السكانية والتركيبة السكانية والعوائد الديموغرافية، لأن هناك دول يوجد بها مليارات من المواطنين مثل الصين والهند، وتحولت هذه القدرة بعد نجاح البرنامج السكاني إلى قدرة اقتصادية إنتاجية، حولت هذه الدول إلى قوة عالمية في الاقتصاد العالمي. أعني بالوضع السكاني في مصر الذي وصل إلى 105 مليون، وأيضاً أؤكد على 105 مليون بالإضافة إلى 10 مليون ضيف تستضيفهم مصر، يتمتعوا بكافة الحقوق الإنتاجية ومن تعليم ومن صحة ومن مرافق ومن خدمات مثلهم مثل إخوانهم المصريين. إذا اتكلمنا على التركيبة السكانية، معناها هو تكوين السكان. ممكن مصر يكون فيها سكان منتجين، متعلمين، أصحاء، يضيفوا إلى الاقتصاد القومي، وهذا ما نتمناه. إحنا لا نتدخل في عدد الأطفال، هذه حرية، والدولة لا تملك التدخل في حريات الأفراد، ولكن على الدولة أن توجه
الأسر على أهمية إنشاء أسرة سعيدة أصحاء تستطيع أن تكون إضافة للمجتمع. وبالتالي إذا نظرنا للتركيبة السكانية في مصر هنلاقي أن عندنا 35 مليون عمرهم من يوم واحد إلى 15 سنة، وهذه إضافة وقوية لعمر أمة شابة. أما 65 سنة أو 64 سنة فيما فوق فعندنا 6.9 مليون تقريباً 7 مليون مواطن، والأغلبية في مرحلة العمل وهو من سن 15 سنة إلى 64 سنة يمثلهم 61 مليون نسمة. معدل الإعالة، وهي كلمة لابد أن نتذكرها، إن كل 100 مواطن مصري، كل 100 مواطن مصري ماشي معاه في إيديه 61 مواطن بيصرف عليهم، ما بين 55% منهم صغار و 8% منهم كبار. طبعا 61 معدل الإعالة في مصر كتير، نتمنى أن معدل الإعالة ينزل ل 50 و 40 و 30، لأن الحمل في 100 مواطن اللي شايل معاه وبيصرف على 60 مواطن بيصرف على تطعيمهم وعلى تعليمهم من ضرائبه ومن إنتاجه، وأيضا بيصرف على الرعاية الصحية لكبار السن. إذن إذا قارنا ما بين معدلات الإعالة ما بين مصر وبنجلاديش وماليزيا والصين وكوريا وسنغافورة حتى تونس وتركيا، هنلاقي أن معدلات الإعالة في هذه الدول انخفضت إلى 40 بل 36 في بعض الدول. ده معناه أن كل 100 مواطن في هذه الدول مجرد مربوط ب 30 مواطن هو مسؤول عنه. فإذا إحنا نتمنى أن يكون الفئة العمرية في مرحلة الإنتاج والعمل في مصر هي الأكبر، لكن بشرط أن تكون لا يوجد بطالة، لأن هنا لن نتكلم فقط على العمل، ولكن هو العمل المنتج والعمل الحقيقي الذي يستطيع أن يضيف لاقتصاد الدولة، وهي ما يطلق عليها الخصائص السكانية. هذا هو الوضع الحالي، وهذا هو معدل الإنجاب. إذا انخفض فيتم زيادة في أعداد السكان في مرحلة العمل والإنتاج، وهو ما يسمح باستثمارات أكبر، وبالتالي يتم زيادة في معدلات الإنتاج القومي. أما عن الخصائص السكانية فهي السمات والعوامل التي تصف وتحدد السكان في منطقة معينة. ممكن يكون عندنا سكان كتير لكن معدل الأمية زيادة، أو جودة التعليم ليست بالضرورة الكافية التي نتمناها، وبالتالي معدلات الإنتاج ومعدلات التوظيف أقل من المستهدف. وهي الخصائص التعليمية والصحية والتشغيل والمهارات الحياتية. من المؤكد عندما يكون هناك فائض ادخار في الناتج القومي المحلي سيتوجه هذا الفائض والادخار بدل ما يصرف على التطعيمات وعلى إنشاء مدارس جديدة وإنشاء جامعات جديدة وإنشاء مرافق جديدة، سيتم توجيهه إلى الاهتمام بجودة الخصائص السكانية من تعليم وصحة وتشغيل وإنتاج. إذن حقوق من ضمن حقوق الإنسان هو حقوق الطفل وحقوق الأم وحقوق الأسرة في حياة سعيدة، في أسرة قوية ومتوعية، في تأجيل الحمل إلى مدة سنة، في تباعد ما بين الحاملين من 3 إلى 5 سنوات. وأطلقنا برعاية كريمة من سيادة الرئيس مبادرة أطلقت على غرار المبادرات الرئاسية وتسمى الألف يوم الذهبية، حتى نضمن حقوق الطفل في رعاية صحية آمنة، وليست صحية فقط ولكن اجتماعية ونفسية، عندما يكون هناك فترة تباعد ما بين الطفل والآخر. نحن أجين لا نتدخل في أعداد الطلاب ولكن أعداد الإنجاب، ولكن نتدخل في جودة الحياة لهؤلاء المواليد. أما عن العائد الديموغرافي فهي الفوائد الاقتصادية المحتملة من جني ثمار انخفاض معدلات الإنجاب الهائلة التي تعاني منها مصر. ولكن حتى نستطيع أن نجني هذه العوائد الديموغرافية لابد على الدولة أيضاً أن تستثمر في رأس المال البشري بإنشاء فرص عمل وإنشاء مصانع جديدة وإنشاء أماكن يستطيع الخصائص السكانية المؤهلة أن تزود أو تساهم في استثماراتها وتزود في الإنتاجية الخاصة بالدولة. إذن لابد من هبوط معدلات الوفيات ومعدلات الإنجاب، والحقيقة هذا يحدث في فترة تتراوح من 15 إلى 20 سنة. يعني الجاني العوائد الديموغرافية لن يكون بالسرعة اللي احنا نتمناها، ولكن
تحتاج إلى وقت حتى يتغير التركيبة السكانية. إحنا النهاردة عندنا ما يقرب من 25 مليون طفل وصلوا لحد 10 سنين، هم موجودين معانا وحوالينا. هؤلاء الأطفال بعد 10 سنين من النهاردة هيكونوا بيتجوزوا، سواء سيدات أو آنسات وأولاد، وهم مؤهلين إن هم هيزودوا. فإذا إحنا نتوقع طفرة سكانية أخرى بعد 10 سنوات من النهاردة إذا ما ننتبه إلى القضية السكانية ونعمل، ليست وزارة الصحة ولكن كل مفاصل الدولة وكل قطاعات الدولة لابد أن تعمل، ونمتلك الإرادة السياسية من سيادة الرئيس الاهتمام بهذه القضية. حتى تستطيع مصر جاني هذه الثمار لابد من وجود استراتيجيات وخفض معدلات التسرب من التعليم وتأخير سن الزواج أو منع زواج القاصرات، وأيضاً التشريعات الخاصة بعمالة الصغار، وزيادة معدلات مشاركة الإناث ما يطلق عليها تمكين المرأة، وتحسين حوكمة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. إذن هي حزمة من الإجراءات لابد أن تتبع، وهذا واضح من خلال الاستراتيجية حتى نستطيع أن نجني ثمار الديموغرافي أو التركيبة السكانية في مصر. أيضاً خلق فرص عمل منتجة، وأكرر منتجة وليست فقط خدمية، حتى تضيف إلى الاقتصاد ولا الدخل القومي المصري. الحفاظ على استقرار السياسي والاقتصادي مهم جداً، كما ذكرنا من قبل ما تعرضت له مصر عبر التاريخ كان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي وعلى الزيادة السكانية، والشمول المالي وريادة المشاريع. أهم مؤشرات التي صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي هي دليل وخريطة طريق نستطيع أن نمضي من خلالها علشان نستطيع نحقق العائد الديموغرافي والخطوات التنفيذية للاستراتيجية. يمكن الملفت للنظر هو الحاجة الغير ملباة التي وصلت إلى 13%. الحاجة الغير ملباة معناها أن هناك أسر تريد أن تنظم الحمل ولكن مش لاقي الفرصة ومش لاقي الطبيبة ومش لاقي المركز أو المكان أو المشورة الإنجابية اللي تقدر أنها تعتمد عليها. أيضاً هناك طفل لم يكن مخطط لها أو لم يكن مرغوب فيه، واحد من كل خمس أطفال. إذا اشتغلنا فقط على الحاجة الغير ملباة والأطفال الغير مخطط لهم نستطيع أن ينخفض معدلات الإنجاب من 2.8 إلى 2.1، وهذا يمكن أن يحدث بشكل سريع ونجني ثمار العائد الديموغرافي له بشكل سريع. رصدنا أيضاً من خلال المسح السكاني أن الريف المستوى الإنجاب أكثر من الحضر والوجه القبلي أكثر من الوجه البحري. إذن نمتلك خريطة واضحة أين نتوجه في الوجه القبلي وأين تحديداً معدلات الإنجاب فيها مرتفعة، ودائماً ما هي مرتبطة بتدني مستوى تعليم، ومرتبطة أيضاً ببطالة، ومرتبطة أيضاً ببعض المشاكل خاصة بالفقر وما شابه ذلك في هذه الأماكن. ونستطيع أن نغزو هذه الأماكن بفكر جديد وبدراسات اقتصادية نتغلب بها على هذه المشاكل حتى يتم السيطرة على النمو السكاني في هذه الأماكن. ومن هنا جاءت الاستراتيجية الوطنية التي كلف سيادة الرئيس وزارة الصحة والسكان في 13 أغسطس الماضي عند تكليف الوزارة بالعمل ووضع الخريطة السكانية والقضية السكانية على رأس أولويات وزارة الصحة والسكان. ومن هنا خلال عام كامل انتهى اليوم لإطلاق وتقديم هذه الاستراتيجية لسيادة الرئيس، أن نعمل من خلال محاور ومشاركة دولية ومحلية وإقليمية اشتركت فيها أهداف مصر 2030 واستحقاقات دستورية وأهداف التنمية المستدامة، وأيضاً المساحات الديموغرافية للوزارة للجهاز المركزي، وأيضاً المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. واعتمدت هذه الاستراتيجية على اعتبار السكان هو عنصر هام من قوة الدولة الشاملة، وأيضاً اعتمدت على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها وهذا هام جداً، وأيضاً مسؤولية الدولة على توعية الأفراد والنصح والإرشاد لمعدلات الإنجاب، ودمج المكون السكاني في خطة التنمية، وتوفير البيئة المحفزة واللامركزية في إدارة البرامج حتى يكون هناك مشاركة من كافة المحافظات بمتابعة القضية السكانية داخل القرى والنجوع والمراكز في داخل المحافظات، مع الاهتمام التام بالقيم الدينية والثقافية الداعمة والمخصوصة للمجتمع المصري.
مع ضمان الحقوق وأيضاً الاستثمار في الطاقة البشرية وتوفير فرص عمل وتمكين المرأة والتشريعات اللازمة التي تحكم التسرب من التعليم وعمالة الصغار وزواج القاصرات، هي مجموعة من الإجراءات تعمل من خلال الدولة بالكامل حتى نستطيع أن نصل إلى المشروع القومي بالاستراتيجية لتحقيق أهدافها. الأمل هو تحقيق التوازن بين السكان والتنمية حتى نستطيع أن نصل إلى الاهتمام بالخصائص والرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين. هناك مؤشرات قياس كبيرة ومستهدفات، 2.8، عايزين نوصل ل 2.1، وسائل تنظيم الأسرة 66%، مستهدفين 75%، وعارفين الوقت وعارفين الزمن وعارفين الطريقة وعارفين المكان المستهدف. هذه الاستراتيجية أيها السادات والسادة تم وضعها بالتعاون مع كافة الجهات الدولية والاعتماد والخبرات السابقة في الدول التي حققت نتائج حتى نستطيع أن نضمن عوامل النجاح التي تتبلور في الإرادة السياسية متمثلة في سيادة الرئيس الذي له المثل في التغلب على فيروس سي عندما تولت الدولة متمثلة في القيادة السياسية الاهتمام بهذا الملف. حققت الدولة المصرية الإعجاز والإنجاز في التغلب على آفة طالما عانى منها الوطن، ولا أتصور أن هذه القضية بعد وجود توافق كامل ما بين الأزهر والكنيسة وقطاعات الدولة المختلفة أنها بالصعوبة بما كان أن نصل بها إلى معامل النجاح الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات الإنجاب والتنمية الحقيقية. أخيراً، كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان في دراسة في عبقرية المكان، وهذا تم منذ الستينات والسبعينات من القرن الماضي، الذي أشار إلى ما من مشكلة في مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسي فيها، إنها القاسم المشترك الأعظم والعامل القاعدي الجذري في كل مشاكل مصر. ومن هنا فلا حل لأي مشكلة في مصر ما لم يبدأ من مشكلة السكان. أشكر سيادتك فندم.